سأل عقرب الضفدع يوما: لماذا لا تجعلني أعبر النهر على ظهرك؟ فأنا لا أستطيع السباحة. قال الضفدع: كيف لي أن أساعدك فأنت عقرب وقد تلدغني فأموت بسمك القاتل؟ لا لا، لن أفعل ذلك. قال العقرب: أيها الضفدع الغبي، من المستحيل أن أفعل ذلك، لأنني إن لدغتك فسنغرق معا. فكر الضفدع ثم وافق، لأنه بهذه الخدمة الرائعة حسب رأيه والتي سيقدمها للعقرب سيكون صاحب فضل عليه، بل وقد يساعده على تغيير طبعه الشرير. حمل الضفدع العقرب على ظهره، وفي منتصف النهر لدغه العقرب فقال له مذهولا: لماذا فعلت هذا؟ فأجابه العقرب: لأنني عقرب. وغرق الاثنان معا. هل ترانا نلوم العقرب على عقيدته الغريزية، أم نلوم الضفدع على سذاجته وغبائه؟ اللدغ عند العقرب هي هوايته المفضلة، بل وظيفته التي لا يجيد غيرها. ألقاكم بعد الجنريك. مرحبا، أهلا بكم في عدد جديد مباشر من حصاد 24. بعد إفراج قاضي التحقيق عدد 23 بقطب القضاء والإرهاب أمس الاثنين عن إفراجه عن رئيس الحكومة الأسبق محمد جبالي، رغم ما أكدته النقطة الإعلامية لوزارة الداخلية من وجود شبهات قوية بتبييض أموال في علاقة بجمعية استشارية استثمارية انتمى إليها سهر جبالي قبل توليه رئاسة الحكومة في 11 2000، نسأل: ملف قضائي أم تنكيل سياسي وتوجيه للأنظار كما صرح بذلك محامو جبالي؟ ما حقيقة وجود ضغوط على القضاء في اتجاه إخضاعه إلى السلطة التنفيذية؟ 11 شهرا من سلطة الأمر الواقع التي فرضها مسار 25 جويلية، وعود تحققت أم أزمة تعمقت؟ ضيوفنا لحلقة الليلة الأستاذ رضا العجمي، المحامي والناشط الحقوقي الدولي من جنيف. أستاذ رضا، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ حسين وبمشاهديك الكرام. وكذلك الأستاذ مختار جمعي، المحامي والناشط الحقوقي من تونس. أستاذ جمعي، مساء النور. أهلا وسهلا سيد حسين. أهلا وسهلا. ويشرفنا كذلك ضيفنا الثالث الدكتور عبد الباسط السماري، خبير التنمية البنية التحتية والناشط المدني. دكتور مساء النور. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا. إذن تقرير افتتاحي وعودة سريعة على النقاش، يلا. أطلق قاضي التحقيق بالقطب القضائي عشية أمس سراح رئيس الحكومة الأسبق حماد جبالي بعد اعتقاله لأربعة أيام على خلفية شبهة تبييض أموال تعلقت بجمعية نماء تونس، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المتهمين في هذه القضية اليوم. قرارات بالإيقاف تأتي إثر نقطة إعلامية عقدتها وزارة الداخلية وأكدت وجود ملفات تدين المشبوهين، وشددت على أن القضية شملت أشخاصا آخرين لا زالوا محل تفتيش، وهو ما تسبب في تدهور صحة جبالي ونقله على جناح السرعة لقسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر، ليتبين فيما بعد غياب أدلة وإثباتات لعملية إيقاف أول رئيس حكومة بعد الثورة، عملية خلفت استياء كبيرا محليا ودوليا، وطالب من خلال منتدى مدريد الذي يضم رؤساء حكومات دول سابقين تونس بإطلاق سراح جبالي. هي عملية لم تكن الأولى من نوعها، سيما بعد اختطاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري سابقا ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمكان مجهول وتعريض صحته للخطر بتعلة وجود ملف يدينه ليتم الإفراج عنه لاحقا دون أي إدانة أو اعتذار لما تعرض إليه. أحداث عكست تجاوزا خطيرا للقانون من قبل نظام الخمس
20 من جويلية من خلال استهداف خصومه السياسيين وممارسة الاختطاف والاحتجاز والتنكيل بهم، وهو ما دفع بمنظمات حقوقية دولية إلى التنديد بذلك ودعوة السلطة إلى التقيد بالقانون وعدم التدخل في المسار القضائي. تجاوز للقانون يحاول النظام من ورائه التغطية على فشله في إدارة الأزمة التي تشهدها البلاد والتي وعد من خلالها التونسيين منذ إجراءات 25 من جويلية بحلحلتها، لتكشف هذه الممارسات ارتباكا وغياب رؤية تخرج البلاد من عزلتها التي أدخلها فيها قيس سعيد منذ مدة. كما رأى البعض الآخر في سياسة النظام محاولة للتغطية على الجدل القائم بخصوص مشاركة تونس مع وفد صهيوني في مناورات عسكرية تحت مسمى الأسد الإفريقي 22، والذي لم تصدر وزارة الخارجية بشأنه نفيا لهذه المشاركة، مشاركة وإن تمت فإنها ستكون ضربة قاسمة لنظام سعيد الذي رفع شعار التطبيع خيانة عظمى وستنسف ما تبقى من مصداقية له لدى التونسيين. مرحبا بكل من التحق بنا الآن في المباشر في حصاد 24، الأستاذ عباس السمادي، رضا العجمي من جنيف، والأستاذ مختار جماعي. ودعني أبدأ معكم أستاذ جماعي باعتباركم محاميا لرئيس الحكومة الأسبق حماد الجبالي. إذن قبل أيام قليلة، 5 أيام تقريبا، 4 أيام، وزارة الداخلية نقطة إعلامية، قائمة ظنون كبيرة ثم إفراج من قبل قاضي التحقيق بعدد 23 بقطب القضاء لمكافحة الإرهاب. ما الذي يحصل؟ محاولة توظيف القضاء أم ما صار عادي أستاذ إجماعي؟ أولا دعني أهنئ السيد حماد الجبالي بالسلامة، وأهنئ فريق الدفاع الذي وقف إلى جانبه بنجاح مهمتنا والقيام بها على ما يرضاه ضميرنا وعلى أساس القواعد القانونية التي أسسنا عليها دفاعنا. وبالمناسبة أهنئ كل المتشبثين بالحقوق وبدولة الحريات، وبأن الأصل في الإنسان إنما هي الحرية، وإن الإيقاف إنما هو أمر استثنائي. كل هؤلاء تباشروا عند إطلاق سراح السيد حمادي الجبالي من قضية ترشح سياسة أرادتها سلطة الأمر الواقع، سلطة 25 جويلية، تصفية للخصوم وتنكيلا بهم، ومحاولة لتحقيق أهداف سياسية وقفت دونها الإرادة القضائية في تحكيم الضمير وفي التزام القواعد القانونية وتقديم درس في الاستقلالية وفي سيادة القانون. إذن بدأت القضية سياسية، وكشفت وزارة الداخلية عن هذا الطابع السياسي منذ الندوة الصحفية التي بالمناسبة تأكد الجميع من حذفها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الندوة التي كانت بالمعيار القانوني مخالفة للقانون، لكونها سرقت من القضاء اختصاصه، ولكونها أيضا خالفت مبدأ سرية التحقيقات وعلنية المحاكمة، وهي ندوة أيضا كشفت البعد السياسي لهذا الملف. كيف قدم السيد الجبالي؟ قدم على أساس أنه مظنون فيه وبأنه مؤسس لحزب وقد تولى مسؤولية سياسية. هذه المرجعيات وهذه المعايير التي اعتمدتها وزارة الداخلية لتثير التتبع في حق السيد حماد الجبالي تكشف بوضوح الصبغة السياسية لهذه القضية. إذن قضى السيد الجبالي أياما وليالا بين مقر الاحتفاظ به، 5 أيام ليس إلا، ولكنها في عمر الإنسان إذا كان إنسانا غير سويا ربما تحوله إلى وضعية أخرى. لنا مقولة في القانون نقول إن يوم سجن ظلم قد يحطم حياة شخص كامل. هذه الأيام
هي الخمسة ستبقى آثارها عالقة بالسيد محمد الجلالي، إذ رغم قوة شخصيته ورغم ما جرى عليه ورغم تاريخه ورغم معرفتنا به، إلا أنها من الناحية البدنية خلفت أضرارا نسأل الله له السلامة، ولكنها إذن أستاذ نعم أستاذ جماعي، يعني قال التحقيق 23 أطلق سراح أو أبقى عليه في حالة سراح لظروف صحية أم لماذا؟ المسألة الصحية من المؤكد أنها لم تغب في خصوص تقدير الوضعية التي أبقى التي اختارها السيد قاضي التحقيق للسيد حمد الجبالي، ولكن ليست هي المنطلق وليست هي كل شيء، وإنما هي عامل من جملة كثير من العوامل، بل ربما هو العامل الأضعف. أولا، إن المسألة الصحية تقريبا بالنسبة لقاضي التحقيق جعلته يستدعي السيد حمد الجبالي، رغم أن باحث البداية وعند الحضور بالأمس لم يحضره مع جملة المتهمين، ولكن قاضي التحقيق من المؤكد أنه تشاور مع الطبيب المتابع وأكد له أن للسيد حمد الجبالي من العوامل الصحية ومن المؤهلات ما يؤهله وما يسمح لمثوله أمام التحقيق، وقد حضر السيد حمد الجبالي. ولكن الناطقة الرسمية، اسمح لي أستاذ جماعي، الناطقة الرسمية اليوم باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سيدة حنان قداش في تصريح لشمس فام قالت إن الإفراج كان لأسباب صحية وليس لعدم وجود أدلة تدينه، بل أنها ذهبت أكثر من ذلك عندما قالت إن قال التحقيق لم ينظر في الملف أصلا. بالنسبة للنقطة الأولى، نعتقد أن السيدة وكيلة المساعدة وكيل الجمهورية تجاوزت حدود اختصاصها، لأنها تدخلت في عمل التحقيق، ومن المبادئ القانونية أن التحقيق أن سلطة التحقيق منفصلة عن سلطة الإحالة، وأن سلطة الإحالة ممثلة في وكيل الجمهورية تنتهي مهامها عند حدود إصدار قرار بفتح بحث تحقيقي في الوقائع المعروضة أمامها. نعم. وتبقى مشاهدا تتدخل مثلها كمثل سلطة الدفاع، لا توجه البحث ولكن تقدم طلباتها، لا تؤثر على الوضعية القانونية ولكنها يعني أستاذ إجماعي باختصار يعني تصريحها منافي للصواب؟ منافي للصواب، أقول هذا لأن إذا كان البعد الصحي أو العامل الصحي هو الأساس، كيف وقع إطلاق بقية المتهمين وإبقائهم بحالة سراح والحال أن فيهم الكثير من كانت وضعيته الإدارية من هذه النقطة بالذات إجماعي من نعم. وضعية السيد حمد الجبالي، دعني عفوا سيدي عفوا ثانيا، إن قرار إصدار البطاقة قرار لا يعلل، كيف فهمت ذلك وكيف خمنت أن الأمر يتعلق بالمسألة الصحية دون عن المسألة القانونية؟ هذه المسألة القانونية التي ورطت نفسها بأن نسبت لزميلها قاضي التحقيق أنه لم ينظر في الملف. نعم. والحال أنه تداول عليه قبل السيد حمد الجبالي عدد 4 أو 5 من المتهمين، وواجههم بتصريحاتهم، وواجههم أصلا ببعض ما نسب للسيد حمد الجبالي، ولولا ما نلتزم به من مبدأ قانوني متمثل في سرية التحقيق لقلنا وحددنا كثيرا من النقاط التي نعم، ونحن نربأ بكم ونربأ بتمكن السيد قاضي التحقيق من الملف والاطلاع على الوقائع بكل دقة. طبعا، ونحن في منبر إعلامي لا نريد أن نحول الحقيقة منبر إعلامي إلى قاعة دفاع، ولكن نناقش المسألة السياسية. ودعني أحيل الكلمة للأستاذ رضا العجمي كمحامي سويسري وناشط حقوقي دولي، ومن حيث انتهى الأستاذ مختار الجماعي يقول لو كان تصريح الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأن الإفراج عن الجبال كان لأسباب صحية، ما الذي دفع قاضي التحقيق في 23 الإفراج عن سواه من المتهمين إذا كان الأمر كذلك؟
نعم أستاذ حسين، ببساطة نقول لك كمحامي سويسري، يعني لو أنه ما خرج من السيد القداش خرج من وكيل، يعني وكيل جمهورية سويسري، لوقع إيقافه فورا سيد عن العمل، القداش. نعم لوقع إيقافه فورا عن العمل، لأنه تجاوز صلاحياته وتجاوز سرية التحقيق وتجاوز كذلك يعني مبدأ وقرينة البراءة أصلا التي تتعلق بكل متهم يعرض أمام القضاء. فالحقيقة أنه يعني ما تفوت بهذه السيدة في الإعلام، وكذلك ما الأسئلة التي وجهت إلى كل المتهمين، هي تمثل يعني المأمول من السلطة التنفيذية، التمنيات، يتمنون أنه يعني يكون الأمر هكذا. طبعا لازلنا نعيد ونقول بأن السلطة القضائية في تونس قد رضعت حليب الحرية والثورة وخرجت من جبة السلطة التنفيذية، ولا تستطيع أن تعود بكل بساطة هكذا إلى الإملاءات. هناك اليوم يعني القرار قاضي التحقيق يمثل الواقع، يعني قاضي التحقيق يعتمد في قراره للإيقاف أو للإفراج أو غير ذلك على الملف، على القرائن، على المعطيات. بعد سماع اعتمادا على الملف الذي جاء من وكيل الجمهورية، وبعد سماع كذلك المتهمين وغيرهم من المهتمين بالموضوع وذوي الاختصاص، فبالتالي حين نتحدث عن يعني هذين الموقفين نفهم جيدا بأن وكيل الجمهورية يميل، يعني الوجهة السياسية هو يمثل يعني المأمول السياسي والرغبة في استعمال القضاء لقضاء مآرب سياسية، وقرار السيد قاضي التحقيق يمثل الواقع، يعني أن السيد جبالي وغيره من المتهمين الذي وقع الإفراج عنهم لا شيء إطلاقا يمكن أن يدينهم، ولا شيء إطلاقا يمكن أن يعني يفسر أو يعطي يعني سبب لإيقافهم ولحرمانهم من حريتهم. ولكن قرار دائرة الاتهام، حتى نبقى في القضاء، لأنه دائرة الاتهام في النهاية هي قضاء. سنعود بالسؤال بعد قليل أستاذ جماعة فيما يتعلق بإعادة إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الموقفين وأهمهم زميلنا لطفي الحيدوري، هذا دائرة الاتهام بمحكمة استئناف بسوسة. دكتور السماري، عندما يتم إيقاف أو اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق في رأس السنة يعني، وبقي 67 يوما، ثم في النهاية لا نجد قضية واحدة متعلقة به، وفي سيناريو شبيه لما حصل البحيري، وعاد السيناريو مع حماد جبالي رئيس الحكومة الأسبق، ورغم قائمة الظنون اللي تحدث عنها النقطة الإعلامية بوزارة الداخلية، يتم إطلاق سراحه. ألا يعني هذه السلوكات يعني ألا تقوي الشكوك في عدم استقلالية القضاء أستاذ السماري؟ وأرجو أن تعيد الكاميرا لنا للصورة دكتور سماري. مساء الخير. نحن لا نشاهد الكاميرا، أنا قاعد نشوفها. شاهدني طوى هكا؟ لا لا نشاهدك، لكن حاول نسمع جوابكم في أثناء حاول تعديل الصورة. نعم حاضر. مساء الخير مرة أخرى. نعم الحب نقول وانا ايقاف معناها اعضاء سابقين في الحكومه هي في ظاهرها صحيه، لانه حد ما يعلو فوق القانون، لكن وقت يجيو نثبتوا مع الايقافات هذه رقاوها انتقائيه وبطرق تدين الدوله كريم وتشكك في العداله، لانه ايقاف السيد جبالي اولا اخوه على التفقد على الهويه، وهو ما عندوش هويه، وانا ما فهمتش علاش رئيس وزراء سابق الى حد الان لا يمتلك هويه، معناها ما زالت عقوبات من عهد المخلوع الى يومنا هذا سارع المفعول، وهذه وصمه عار في جبين العداله التونسيه. ثانيا الحاجه اللي ما عجبتنيش انا هو علاش هالانتقائيه هذه، وقت اللي احنا نعرفوا وفود عملاء فرنسا والاتحاد الاوروبي وامريكا عاثت في تونس فساد وفرطت في السياده الوطنيه
وغلبت المصالح الخارجية على المصالح الوطنية، وهذا بكل الوضوح. تفكروا الشاهد رفع يده على الأموال المجمدة للمبروك، تفكروا بهدي جمعة اللي وقع على معناها استمرار عقود البحث عن النفط ضد القانون، تفكروا ياسين إبراهيم اللي جاء ونشط في صفقة الأرافير باش يقوي معناها من حظوظ ألشتوم للجنرال الكتريك، تفكروا اللي جاب لنا مشروع بتاع تونسي نوميريك بقرض 5.5 مليار واللي التو مثلا نعانيو في فائدة ضرائب. يعني الناس هذه ثابتة جرائمهم واضحة للعيان، علاش ما وقعش إيقافها؟ ولكن أنا سعيد دكتور، على دكتور، ولكن سعيد منذ 25 جويليا وعد باسترجاع الأموال المنهوبة وبمحاسبة اللصوص ومتورطين في أكبر قضايا. هل 11 شهرا غير كافية لاستجلاب هؤلاء؟ حتى سعيد أكثر شعار نادى به هو الخيانة، تطبيع خيانة عظمى، وإحنا قاعدين نشوفه في مشاركة إسرائيل إلى جانب تونس في المناورات الأسد الإفريقي. إذا كان هذا مش تطبيع في أعلى مستوى من هنا هو نوع التطبيع. إحنا قبل عشنا التطبيع في الأمن مع باجي قائد السمسي وقت اللي جاب الفيتوسي وحطوا في الداخلية، شفنا التطبيع في التدريس وقت الناس تهبط وتعطيونا نوعية المنظومة اللي باش يدرسوا بها، شفنا التطبيع في الثقافة في نوعية الأفلام ونوعية الأشياء اللي تتقد في تونس، شفنا التطبيع في الخارجية المواقف نتاع تونس معناها ضد الجانب الشرقي وقت اللي احنا بلد الأحرى به أنه يكون محايد، وشفنا التطبيع الأمني مع محسن مرزوق اللي جاء وحب يعمل صفقة نتاع التنصت على الجار الجزائر، وبعدين عمل اتفاقية مع الأمريكا على 10 سنين معناها 20-30 تسمى هي التعاون العسكري. يعني هذو بناس عملاء، شبيه هذو ما مريتهمش. أنا مريتش حاكم التحقيق وبريتش اللي يقول التطبيع خيانة عظمى يوقفه، هذا اللي يوجع في القلب. معناه نعم، واحد ما عادش ما نجمش يقول اللي القضاء التونسي مستقل وسيد، يعني يقوي الشكوك في ما يتعلق بالسلطة السيادية بامتياز. واضح دكتور، حاول ضبط الصورة. أستاذ جماعي، دارت اتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بعد إصدار يعني الإفراج على زميلنا الحدودي، وبالمناسبة نجدد تضامننا التام مع زميلنا في الحدودي رئيس موقع الإلكتروني الشاهد، وكذلك مع زميلنا الصحفي صالح عطية. نذكر أن صالح عطية فات الأسبوعين معتقل على خلفية تصريح إعلامي ليس إلا، هذا تذكير للصحفيين في العالم والأصحاب الحق والحرية في العالم باش ما نتعدوهاش مع الخبز ومع المقرونة، ما نتعدوش خبرك هكا. أستاذ جماعي، إصدار بطاقة إيداع بالسجن من جديد من قبل دائرة الاتهام. حقا فوجئنا بهذا القرار، لم يقع إعلامنا ولا إعلام منوبينا بمثل هذا بذلك الطعام، لم نمكن من الاطلاع عليه. المدة الزمنية التي استغرقها كانت مدة ذرية، لا أقول سريعة ولكنها ذرية، لأننا سمعنا بذلك من الإعلام وتفقدنا الملف لدى التحقيق، ولكن يبدو أنه وجه في سرعة برقية إلى دائرة إلى محكمة الاستئناف في سوسة، نظرت فيها دائرة الاتهام برغم دخول القضاء في إضراب شعاره استقلالية القضاء وشعاره. لكن هل استعجال القضاء عيب أستاذ مختار جماعي وأنت محامي؟ عفوا، هل استعجال النظر في القضايا أمر معيب؟ بل هو محمود وأنت محامي. في ظاهره محمود، ومن المبادئ العامة للتقاضي هو سرعة إيصال الناس
بحقوقهم، ولكن لا إفراط ولا تفريط، هذه متعلقة بالحريات. الحقوق المدنية التي هي أصل الحقوق والأقرب مثلا إلى الإنسان يكون يأخذ البت فيها أحيانا سنوات وأحيانا أشهر. القضايا الاستعجالية اليوم تؤخر بين الجلسة والجلسة لمدة شهر كامل. النظر في مطالب الإفراج يأخذ متسعا من الزمن كبير، ولكن يبدو أن القضاء يقول يقدر الأمور بمقدار مقدار يغيب عنا، أن ينظر في أن يقع الطعن في القرار وتوجيه الملف والبت في القضية وإصدار الحكم فيها في أقل من 9 أيام يكون الأمر على غاية كبيرة من التساؤل ومن الشك الكبير، خاصة وأن الاطلاع على مستندات النيابة العمومية وعلى تقرير الوكيل العام يأخذ منا وقتا وجهدا. نؤكد لك أننا يوميا نشتغل على طعن النيابة العمومية ونعد مؤيداتنا، وإلى أن فوجئنا هذا اليوم بأن الدائرة نظرت في القرار وتعينت القضية في وقت قياسي لتحكم بماذا؟ بمقضي قرار سلبي للقاضي بإبقاء هؤلاء في حالة سراء. أصلا هذا الطعن غير متفق عليه قضائيا. بعض المحاكم، محكمة جابس مثلا الاستئنافية في دائرته في دائرة الاتهام، قضت بأن لا وجه للطعن في مثل هذه القرارات. بالتالي سامي الطريقي أستاذ إجماعي، معذرة، سامي الطريقي صرح اليوم يقول وجود مساعي للضغط على القضاء من أجل إدانة حركة النهضة المنتسبين إليها في قضية الجهاز السري. نذكر أنه فتح تحقيق في 32 تقريبا إطارا، بينهم أعتقد سهر الغنوشي وزير الخارجية الأسبق وزوجه وربما حتى الغنوشي. بالنسبة لقضية المسمات بالجهاز السري هي منشورة أمام قاضي التحقيق بمحكمة أريانا الابتدائية. نحن نعتقد أن ثمة خيط، ليس بخيط رفيع ولا خيط واضح، بل هو شد بالحبل لهذه القضايا الثلاث: القضية المنشورة أمام محكمة سوسة 2، والقضية المنشورة لدى قطب القضاء لمكافحة الإرهاب، والقضية المنشورة أمام قضاء التحقيق لدى محكمة أريانا الابتدائية. ما الرابط بين جميع هؤلاء؟ الرابط أن المستهدف طرف واحد، وقع استهداف الإعلام الموازي بالنسبة له وممثل خاصة في المدونين، وهو موضوع نظر محكمة سوسة. الأمر الثاني يتعلق بضرب الجمعيات التي يعتقد والتي يشيع أصحاب الشكاية أنها بصدد تمويل هذه الجهة السياسية، وهي القضية المنشورة أمام قضاء التحقيق بالقطب القضائي. وثالث الأثاث والملف الثالث هو الملف المنشور أمام قضاء التحقيق لدى ابتدائية أريانا، والقصد منه ضرب رموز هذا الخصم السياسي. لذا أنا أعتقد أن ثمة رابط بين هذه القضايا الثلاثة التي اتسمت بالاستعجال واتسمت بالضغط واتسمت بتدخل السلطة التنفيذية فيها، لأن جميع الإجراءات تسبق عادة بآراء لسياسيين يقع ترجمتها في الملف. نعم أستاذ إيضاء العجمي، وأنا أنقل بعض أسئلة المشاهدين في مباشر، يقولوا لك هناك تشابه كبير بين ما حصل للأستاذ البحيري والأستاذ الجبالي، وكأني بتونس يقول لك الروندة لولا ما جابتش عاود الروندة الثانية تخطفش على أساس ثمش إمكانية يلقوا رابط قوي. ما جدية هذه التخمينات؟ لا، هي حقيقة ليست تخمينات، يعني السلطة السياسية الانقلابية القائمة يعني تبحث بكل جهد وبكل جدية على إسقاط أقوى حزب سياسي في البلاد، وعلى إيجاد التعلات والأسباب الكافية أقول والتي يمكن أن تفسر قرارها بضربه.
وذلك ثمن لحل مشاكله على ما يبدو الاقتصادية والاستثمارية وغير ذلك، ولن يجد يعني سبيل إلا بتغطية هذا القرار السياسي بالاعتداء على هذا الطرف السياسي المعلوم إلا بشكل أشكال التغطية القانونية والقضائية. طبعا هذه التغطية القانونية والقضائية فيها إشكالات، لأنه جزء من القضاء التونسي أول شيء مستقل، أقول جزء لأنه ربما كذلك وقع اختراق يعني ذي قيمة لا شك في ذلك، خاصة على مستوى النيابة وغير ذلك بعد الإعفاءات الأخيرة تقصد؟ نعم، يعني لا شك في ذلك، الضغوط الرهيبة التي مورست على القضاء التونسي والتي كان لها يعني وقع استنكاره على مستوى دولي وهي معلومة، وكان لها أثر كبير في استقلالية القضاء التونسي. واليوم لا نستطيع أصلا أن نتحدث عن قضاء مستقل، نستطيع أن نقول أنه نتحدث عن قضاء تحت الإكراه السياسي وتحت الإكراه التنفيذي، فهو يخوض تحت إضرابا، ممكن أن يكون فيه اختراقات. نعم. يعني منها وهناك كما وقع مثلا في هذا الحكم الاستئنافي وغيره. فبالتالي اليوم نحن نستطيع أن نقول أن هناك إرادة سياسية واضحة بالدخول باستعمال الدولة وآليات الدولة بما في ذلك القضاء لتصفية خصوم سياسيين. الإشكال أين يكمن؟ هو الإشكال يكمن أن هناك في تونس حالة من الإجماع السياسي من خارج الدولة على أن هذا المسار مسار خاطئ ومسار يضر بالوطن، وكذلك هناك يعني كل القوى السياسية الحقيقة وجزء كبير من المجتمع المدني هو ضد هذا التمشي الانقلابي وهذا التمشي في الرجوع إلى الدولة الاستبدادية والدولة التي يستطيع فيها الرجل التنفيذ يعني السلطة التنفيذية أن يحكم البلد وأن يسخر كل ما فيه. فهذه الإشكالات التي تعوق اليوم النظام على أن يمشي ويتقدم في هذا المسار الاستبدادي. هناك معوقات له، هو يريد أن يمشي أسرع من هذا، يريد أن يحرق المراحل ولكي يستبد له الأمر. ولكن أنصار الرئيس، اسمح لي أستاذ رضا، يقول لك رجعنا الخرافة، الأمن يشد والقضاء يسيب. لا، هي أنصار الرئيس هؤلاء الذين يخلطون بين نادي مدريد ونادي ريال مدريد ليسوا بالنسبة لي ليس وارجع. أنا أتحدث عن مبادئ القانونية الكبرى التي يعترف بها التونسي وغير التونسي. أنا أتحدث عن دولة القانون التي ذهبت واندثرت منذ يعني الانقلاب. أنا أتحدث عن قضاء تحت الهرسلة الدائمة والضغط الشديد والإكراه. واليوم القضاء يحاول، واليوم الآن نحن في الأسبوع الرابع من المعركة القضائية المشرفة جدا للشعب التونسي. وأنا الحقيقة أرى في كل هذا يعني هناك يعني العوائق التي أمام قيس سعيد والنظام الذي يستعمله ويجرف به الحالة السياسية التونسية، عنده معوقات، وهذه معوقات حقيقية، منها يعني خروج السلطة التشريعية من تحت العباية التنفيذي، منها خروج جزء كبير من السلطة القضائية من تحت عباية التنفيذي، منها كذلك يعني أن جزء كبير من المجتمع المدني والأحزاب وغير ذلك. كل هذه المعطيات مثلا إذا قارناها مع السيناريو المصري، لأنه كان يراد لتونس أن تعيش نفس السيناريو، أنه في 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 مصر كان هناك جزء كبير، نستطيع أن نقول أغلب الأحزاب كانت مع الحالة الانقلابية، وجزء كبير كذلك من المجتمع المدني كان مع الحالة الانقلابية. لكن اليوم تغير الحال في تونس، أصلا الحال مختلفة تماما. الحالة في تونس تقول بأنه النظام يوما بعد يوم يعني يزيد في أدوات التنكيل السياسي وكذلك في تسخير موارد الدولة لأجل تحقيق المشروع السياسي الذي يراد له أنه يقع تجريف كل ما أتت به الثورة ويقع الرجوع للنظام القديم. نعم دكتور عدبس، معذرة، تفضل أستاذ إذا عندك ما تختم. نعم، ولكن يعني إن هذه الإرادة لا يمكن لها أنها تتحقق لسبب بسيط، هو أنه كل المعطيات تقول بأنه قيس سعيد قد فشل في إخضاع القضاء تماما. ربما سيكون هناك اختراقات له هنا أو هناك، ولكنه لن يستطيع أنه يعني يمشي في هذا المسار الذي يريده. والحال الحقيقة في تونس هي ما تتأزم،
نعم التأزم يعني ما زالت الإيقافات ستزيد والتنكيل بالسياسيين سيزيد، ولكن طبعا كل اشتد أزمة تنفرج قد آن أوانك بالفرج، كما نقول احنا قدر ما قد ما تهلك الدنيا، هو تقريب للحل. حفظ الله التونسيين على كل إن شاء الله، لكن هذا هو للأسف الشديد يعني. نعم دكتور عباس سماري، عودة على ما صرحتم به منذ قليل بكونه وعود السعيد بعد 11 شهرا من سلطة الأمر الواقع رغم تفرده بسلطة البراسيم وسلطة الأوامر، يعني قراءتك أنت تقول كونه فشل في هذه الوعود لا مقاومة فساد ولا كذا، يعني إزاء هذا الفشل هل تكون معركة القضاء، معركتهم على القضاء هو في الأسبوع الرابع لتعليق العمل بجميع المحاكم تقريبا، معركة كسر العظام ربما لو تمكن السعيد من ترويض السلطة القضائية خاصة بعد جملة التغييرات في النيابة العمومية خلال الإعفاءات الأخيرة، يمكن تمهد لعودة الدكتاتورية من بابها الواسعة. نحب نرجع ل 25 جويلية. نعم 25 جويلية وقت الوقاع، القاع مساندة شعبية كبيرة، والقاع حتى من الأحزاب معناها اللي نعتبروها معناها قديمة ووازنة في البلاد وقفت معاه، وبعد فيسع ما وقف عليه. السؤال، الشعب كان ضد الفساد بحب المقاومة الفساد، وكان ضد الميوعة والأيادي المرتعشة للسلطة، كان الحال في السلطة التشريعية ولا في السلطة التنفيذية ولا في السلطة القضائية، لأنه المحاسبة ما وقعتش، صارت الثورة مش تحاسب الفاسدين، ما وقعتش، بل رجعوا لهم فلوسهم واستحفظوا لهم على فلوسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وخلاوا البلاد في مديونية كبرى، والعباد اللي تحايلت على الدولة واخذت قروض وما رجعتهاش وإلى آخره إلى آخره، مش نعاود توا برامج بالمرصاد. رئيس الدولة وقت جاء في 25 جويلية قام بعدة وعود، منها أنه باش يرسخ السياسة الاجتماعية، وأحنا قاعدين نشوفوا اللي ماشيين بخطى ثابتة نحو السياسة الرأسمالية. قال اللي التطبيع خيانة عظمى، وأنا أعطيتكم بكري خبر اللي أحنا بصدد التطبيع على أعلى مستوى الأمني والعسكري. قال اللي باش يقاوم الفساد، وانا عطيتكم فما انتقاء في الايقافات، ولو اني انا مانيش باش ندافع على حمادي بالي اللي نعتبره شريك لانه كان حاكم ذو ايدي مرتعشه وما مشاش في المحاسبه، وغيره بعده هو جاسر عريض وما مشاش في المحاسبه، وبعد جاء الفاسدين معناها نعتبرهم انا فاسدين من جمعه والى اخره. اللي نحب نقوله من شراء أخرى، اللي جل الوعود اللي صار ما تحقق منها حتى شيء، وهذاك علاش هو باشي للعزلة والانفراد بالرأي. في الأخر هاو شكت بنا دستور اللي حتى واحد ما راه، ومطالبين أنه باش نقراوه وباش نصوتوا عليه، وكان صوتنا عليه بالإيجاب معناها غيب الشعب وقام الولي الحاكم بأمره، وإذا كان صورتنا عليه بسلب يعني ماشيين في المجهول، يعني مش كلتا الحلول اثنين حلول غير صالحة للتونسيين. الأحرى هو أنه تكون معناها تشارك في صياغة الدستور وفي بلورة الأهداف المجتمعية لتونس. فيما يتعلق بالوعود دكتور اسمح لي، فيما يتعلق بالوعود الاجتماعية، ونعرف أنه البارحة الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تنفيذ إضرابين في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام، وأوكلت المكتب التنفيذي أعتقد لتحديد التوقيت بعد إضراب عام وقع الأسبوع الفرط، حسب تصريحات الطبوبي واتحاد الشغل بأنه سعيد راهو ماضي في تنفيذ. دكتور نسمع فيك. نعم
نذكر فقط انه الصوره الان مازالت مقطوعه الصوره، اما نترك السؤال في اداره عدد الصوره. اذا طبوبي يقول انه سعيد راهو ماشي في تطبيق النسخه الرديئه نتاع صندوق النقد الدولي اللي فيها رفع الدعم، و تطبيق بحذافيره وربما يرفع ما يسمى بالغطاء الاجتماعي والدور الاجتماعي الدولة. إيه هذا صحيح، هذا هو اللي كنت نقول لك، اللي هو معناها ما طبقش الوعود اللي وعد بها الشعب التونسي. هو قاعد يطبق في إملاءات صندوق النقد، بالرغم اللي هو يقول اللي هو ما هوش رهين لصندوق النقد. صندوق النقد يقول له ما تزيدش في الأجور وجمد الأجور ورفع الدعم، واللي يخرجوا من الموظفين ما تعوضهمش، ونقص في الخدمات الاجتماعيه في الصحه العموميه وفي التدريس وفي الى اخره، يعني وخلي رؤوس الاموال هي اللي تحكم البلاد. وانا قلت لك راه ماشيين في سياسه ليبراليه بخطى ثابته، وهذا شيء واضح. ماذا يفسر هذا التناقض دكتور؟ خلي الصوره، ما الذي يفسر تناقض بين تصريحات السعيد وما يقع على ارض الواقع وحسب تاكيد حد شغل على الاقل؟ هذاك خاطر سعيد ما كانش عنده مشروع تحت يده. الحاله الوحيده اللي وقع هو وقع الحركه بتاع 25 جويلية اللي هي حركه انقلابيه ورحب بها الشعب التونسي. بعض الشعب التونسي، بعض من فئات، حتى لانه عمم ربما. اي اغلبيه الشعب التونسي كان معاه، كان جا الاغلبيه مش انتخابات، راهو ما نجحش في العمليه. لكن هو شنو اللي خلاه في 9 تسقط؟ لانه هو لم يوفي حتى الوفاء بالعهد. معناها ميثاق كبير، هو ما وفاش بالعهود نتاعو، هو وعد ولم يوفي. هذه هو الاشكال نتاعو. نعم دكتور. استاذ مختار الجماعي، نرجع الموضوع الايقافات وما يحاك في السياسه، يعني هذه تغطي على فشل سياسي. انتم قريب من جبهه الخلاص الوطني ومن مؤتمر الانقلاب، هل يراد تحويل جمله الملفات السياسيه الى ملفات امنيه؟ ها وخرجها ودخل، هذه اخبارنا اليوم نغطي بها، نغطوا بها الفضاء الاعلامي. فقط امهد لاجابتي عن سؤالك في تاكيد الرابط بين القضايا الثلاث، قضية سوسفين وقضية أريانا وقضية قطب القضايا لمكافحة الإرهاب. نعم. نجد أن السلطة السياسية بما لها من تدخل في هذه المسائل هي تعيد مقولة أعداء، أو لنقل مقولة كانت هي المنطلق التي وضعها من يسمون أنفسهم بلجنة الدفاع عن الشهيد، الذين يعتبرون أن هذا الخصم السياسي الإيديولوجي المترسخ في التربة التونسية ذي أذرع ثلاثة: الإعلام والتدوين والجمعيات والرموز السياسية. تكفل محكمة سوسفنين بمسألة التدوين، وتكفل قطب القضاء بالجمعيات، ليتكفل أريانا بتصفية الرموز المسمات الجهاز السري. هذا هو ما تطمح إليه، وقد التقت الإرادتين، إرادة هذه المجموعة مع الإرادة السياسية لقيس سعيد للتعمية على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها تونس، بأن جعل أن منطلق الأزمة ومآلها هو ضرب هذا العدو الأيديولوجي وإلساق التهم به، واعتبار أنه هو المستحكم في 10 من الحكم، وبأنه أصل كل داء، وبأنه سبب الأزمة التي يعيشها المجتمع الآن. وفي ذلك تورية، أو لنقل في ذلك تعمية وإلهاء المجتمع التونسي الرأي العام المسألة الأمنية، والحال أنه يغرق تمام الغرق ويوما بعد يوم في أزمته الاجتماعية: غلاء في الأسعار،
فقدان للمواد الأساسية، اتجاه مباشر نحو تنفيذ توصيات الجهات المانحة، رفع للدعم، تفويت في المؤسسات العمومية. إذن أزمة خانقة أحست بها المنظمة الاجتماعية، أطلقت شرارة المقاومة عند إعلان الإضراب العام، وتعيد التنبيه في الإضراب القادم، والسلطة السياسية لا تستمع، لا ترى ولا تتواصل، وإنما تعتقد أو لنقل توهم الشعب التونسي بما لا يمكن إيهامه به، بأن الدستور القادم سيحل كل المشكلات، سيحل المشكلة الاجتماعية والمشكلة الاقتصادية، وهو دستور يدعو الناس للتسجيل والإجابة بنعم دون أن يشرح لهم أو يقدم مضمون هذا الدستور. إذن هي عملية مفضوحة للتعمية على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالمسألة الأمنية وبضرب الرموز السياسية وإدخال القضاء الذي أحس ذلك في أتون معركة لا ناقة له فيها ولا جمل. القضاء معركته الأولى والأخيرة هي الاستقلالية، ولا يمكن أن يكون يدا لتنفيذ مسائل تفرضها السلطة التنفيذية. نعم أستاذ مختار، أبقى معك، ولكن عودة على تصريح الناطقة الرسمية باسم قوة القضاء لمكافحة الإرهاب سيدة حنان قديش في تصريح شمس فان تقول راو الإفراج بتاع حمد جباني، هناك شبهة قوية متعلقة بتمويل أموال في ملف جمعية، هذه جمعية من بينها تمويلات تقارب 20 مليار، هنا ثم تلبيس ثم تدقيق، ما فهمتش حمد جباني حطهم في جيب 20 مليار، يعني صراحة يعني أنا لولا أنني ملتزم بمبدأ سرية التحقيق لا ذكرت لك ما يناقض قولها جملة وتفصيلا. واضح. حتى المبالغ التي ذكرها تقرير البنك المركزي بعيدة كل البعد عن هذا الرقم، رقم يقل عن 10 أو 7% من الرقم الذي ذكرته الآن، رقم أقل من ذلك بكثير. ولكن نعتقد أنه لا بد للهياكل أن تحترم نفسها، ولكل شخص اختصاصه. النيابة العمومية المحترمة لها سلطة الإحالة، ولها أن تحيل الناس على الاشتباه، ولكن ليس لها أن تتدخل في أعمال قضاء التحقيق الذي له وحده سلطة موازنة وسائل الإثبات وسائل الإدانة على وسائل البراءة، لينطق على شكل قرار ختم بحث يحدد فيه موقفه. وقتها لو أرادت النيابة العمومية الطعن فيه فلها ذلك. نعم أستاذ رضا، نرجع لتصريح الراحل الرئيس الباجي خالد سبسي في أول 2011 تقريبا، وقتها قبل ما يشد رئيس الحكومة، قال جيبوا القنزوع يخرجوا منه الجاز هكا، عصروه تو خرج المعلومات. يعني هذا الواقع الان مثلا عصر البحيري قرر يموت الراجل ما خرج منه شيء، ايش نحبه في الاخير؟ اذبحه وتكيه ويمشي. هو للاسف الشديد هي الدوله اصلا نفسها قائمه على مبدا الثقه فيها، يعني كيف المواطن التونسي عموما يعني يصبح غير قادر على أنه يثق في الأجهزة الأمنية، وغير قادر على أنه كذلك يكون مطمئن على أمنه وعلى سلامته وعلى حريته وعلى يعني كذلك يعني سلامة العائلة متاعه وسلامة حياته الأسرية. ينعدم أصلاً المقصد من هذه الدولة. نحن الحقيقة اليوم يصعب جدا على المستوى القانوني، اكيد يعني كل يعني القانونيين مش يكونوا معايا في هذه الموضوع، نحن في تونس اليوم يصعب جدا نتحدث على دوله مستقره ودوله مؤسسات يستطيع المواطن التونسي البسيط العادي ان يثق فيها. اليوم يعني بمجرد شكوك او رغبه سياسيه يستطيع رجل الامن ان يمسك المواطن ويبهدل حاله ويقعد 67 يوم هو في إيقاف أو مختطف، وبعدين يقول له والله ما فهم حتى شيء. ولا والأدهى من ذلك أنه
محامي برتبة وزير يخرج في ندوة صحفية ويتهم المواطن التونسي وقع إيقافه، في الأصل يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، ويقول كلام غير يعني طبيعي أصلاً وتهم يعني يكيلها كيلاً. وبعد ذلك بعد كل هذا الوقت، بعد يعني ما يعطي هذا الإنسان التونسي المواطن 67 يوم من عمره يعني في الإيقاف وفي البهزة وفي السجن، يخرج أبيض تماماً، يعني يقع طبيعه مش الاتهام. هو لم يكن في السجن، فقط التدقيق، يعني سجن أو هو في 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 في, في حكم المحتفظ عليه وفي حكم فقد الحرية بكل بساطة. فبالتالي ما قام به النظام مع مثلاً أستاذ البحيري، أراد أن يورطه فبيضه، الآن يقوم بنفس الشيء يعني مع الأستاذ جباري، هو يريد أن يعني يضرب كرمز من رموز يعني الانتقال الديمقراطي، ورمز كذلك من رموز التعاون الراقي السياسي، رجل من يحكم بعد انتخابات نزيهة لأول مرة في تاريخ تونس، ورجل كذلك يعني استقال حتى يسمح للحياة التونسية باش تتحلحل وتتقدم، وأعطى الحكم للتكنوقراط بينما كان من حقه أن لا يستقيل. وهذا الرجل اليوم يشتغل في ورشة يعني بالملاليم، يعيش هذا الرجل يعيش بالملاليم حتى يؤدي ما عليه ويستر حاله. يعني تجي الدولة وتحاول أنها تستغله لضرب الثورة ولضرب كذلك ركائز دولة القانون. ربما هذا ما أشار إليه الدكتور، اسمح لي عفوا، معذرة أستاذ رضا، ربما ما أشار إليه الدكتور المرزوق في تصريح أخير عندما قال وخاطب سعيد بأنه رأوا بسبب ضرب الرموز ولا يعقل على رئيس الجمهورية، هذا تصريح مرزوقي. شوف، هذا ضرب الرموز، احنا تقريبا احنا تجاوزنا ضرب الرموز، يعني ضربنا المؤسسات، وضربنا المؤسسات المركزية للدولة، يعني البرلمان، احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي ما عندهاش برلمان، حتى كوريا الشمالية عندها برلمان، احنا تونس اليوم هي يعني البلد الوحيدة اللي ما عندهاش برلمان. داعش ربما ما عندهاش برلمان، وكذلك ما عندهاش قضاء، قلت كذلك مستقل. داعش ربما، و يعني اليوم تونس بصدد إعادة تصنيفها بعد ما كان يعني صنفت الدولة آمنة في مادة اللجوء مثلا، تونس وقع تصنيفها بعد 2011 كدولة آمنة، كدولة ديمقراطية تحترم القانون وتحترم الإجراءات الجزائية، ولا يمكن فيها أن الإنسان يحاكم فيها من أجل أفكاره ومن أجل يعني توجهاته السياسية. اليوم تونس يقع مراجعة هذا، وتصنف داخل يعني القوانين الدول الديمقراطية والدول المؤسساتية على أساس أنها دولة غير آمنة. والآن أصبح بإمكان المواطن التونسي أن يقدم اللجوء في البلدان الأجنبية ويأخذ اللجوء كما كان عليه الحال في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي، وهذا شيء خطير جدا، لأنه نحن نتحدث الآن على أنه في ظرف في أقل من سنة استطاع قيس سعيد أن يغير ليس فقط طبيعة الدولة من دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات وقانون ودولة قضاء إلى دولة مارقة وإلى دولة غير مستقرة، بل كذلك أفقدها حتى صفة الأمان. فنحن الحقيقة يعني أنا كتونسي يعني أتألم جدا أنه أصبحت الدولة متاعنا عوض أنها تهتم بمشاغل المواطن التونسي اللي يعاني بكل أنواع يعني المشاكل المادية والمشاكل الصحية والتربوية وغير ذلك، والماء حتى عندنا مشاكل تونسي، حتى الماء والضيع. لا، إحنا أصبحنا الدولة كلها مسخرة لخدمة مشروع سياسي هلامي للسيد قيس سعيد، وأصبحت أموال الشعب تصرف من أجل يعني الإنفاق على كل هذه الاضطرارات القضائية التي يعني أنت في بالك مثلا يقع إيقاف ناس مثلا نسبة قتل إجبالي وإجبالي وغيرهم، يعني كل هؤلاء يعني من غير فلوس، راهو الدولة والشعب التونسي يدفع هؤلاء مئات ساعات اللي كما قلناش آلاف ساعات العمل، من بين محامين وقضاة ووكلاء جمهورية وغير ذلك وقضاة التحقيق، هؤلاء يعملون ويأخذون مال، كل هذا المال يعني يقع نزيف من دم الشعب المحتاج. نعم. من أجل يعني التحقيق مآرب سياسية رخيصة ودنيئة، لأنه ليس من حق أي رجل سياسي لم يصل إلى السلطة أنه يستغل الدولة من أجل تحقيق يعني التركيز مشاريعه الخاصة.
الممارسة الدعاية السياسية عندها إطار، ولما يصبح السياسي داخل الدولة يصبح يعني في خدمة الشعب، في خدمة المصلحة العامة، وهذا للأسف الشديد ما لا نراه. نعم دكتور عباس سماري، وانت ناشط وكاتب عام سابق للاستشراف وتنمية، ليس كذلك؟ عودة رئيس الجمهورية هو على فكرة ما زلنا ننتظر قدومك المجرمة وتصنيف القرى والمدن التونسية من المدن الأكثر فقرا الأقل فقرا، وتصنيف المجرمة الأكثر فسادا الأقل فسادا، اللي وعد به سعيد تقريبا منذ 7 أشهر وإلى اليوم. والبارح عملت تصريح بخصوص المياه والجمعيات المائية، وعملت تصريح تام على الجمعيات الأهلية. هل برأيكم يعني أنت كناشط في الحقل هذا، هذه حلول تصورها قادرة باش تخرجنا من الأزمات أم ماذا؟ هذه حلول بدائية، وقت كانت الناس تعيش كقبائل متناثرة، قبائل، وكانت الحلول يعني أي قبائل متناثرة، وكانت الحلول محلية معناها بالآليات الصغيرة. لكن توا ما عادش معقول باش نقوموا بأشياء كما هذه. وحتى تصنيف المجرمين من الأكثر إجراما إلى الأقل إجراما، ولا القرى التونسية من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، هذا اختصاص مؤسسات الدولة. وحتى إذا كان الآخرين باش يدفعوا فلوس يلزم يدفعوها عن طريق الدولة، والدولة هي اللي تعمل إعادة توزيع الثروة، ماهوش بشر يعاود يعمل إعادة توزيع الثروة. لازم كل شيء يكون محسوب، لأنه الآلية هذه كانت غير معقولة، وهذاك علاش هو توا تناساها، ومعناها نقول واحد نطفي عليها الضوء. كل الوعود وللأسف معناها اللي هي عندها بعد اجتماعي واقتصادي لم تراعى، وزادت نسبة الفقر، وزادت نسبة البطالة، تضخم، وزادت نسبة الجهل في تونس. نعم نسبة التضخم. ألو، قلت زادت نسبة التضخم. نعم، وزادوا كل المؤشرات، زادوا احمرارا، دخلنا في اشتعالا، معناها الله غالب. الحريات وخرنا التالية، الدستور جمد، البرلمان أغلق، القضاء كبلة، شو أقول لك، معناها المؤشرات كلها الحق لا تسر الناظرين. أنا نتمنى اللي قلت لك إيقاف مسؤولين سابقين في الدولة رو أمر صحي، أما حبيت يكون كيف يكون في طاقة قانون أستاذ الإجراءات، اسمح لي، احترام الإجراءات، يعني يستدعى. نعم. يستدعى المتهم بطريقة قانونية، ونجم يستدعي معه محامي، ونجم يعمل فحص طبي قبل ما يشدوه، وبعد يمشي ويثبتوا شنو التهم الموجودة. أما إيقاف الناس في الشارع بطريقة هكية مشبوهة، هذا نعتبره أنا تسلط. نعم، أعتبره تسلط وعمودات. أنه رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي في حكم غيابي 4 سنوات سجن نافذة، وفيه اتهام بالخيانة العظمى. أنت قلت الدكتور السمادي التحقيق مع من فيهم ظنون وشبهات، فعلا هذه الدولة ديمقراطية، ولكن لا يعني هذا البتة أنه نهين الرموز والتنكيل بهم. نعم، مسائل في طاقة قانون الإجراءات، عملية انتقامية من ثورة الحرية والكرامة، ولكنه يدعي أنه يقوم بتصحيح الثورة. لكن اللي يدعي مثلا منصف المرزوقي علاش مثلا يقول استقواب الأجنبي، الجماعة اللي تصحح باسم الأجنبي في تونس نسميهم؟ نعم، الجماعة اللي تصحح باسم الأجانب في تونس كما الورفلي وكما ياسين إبراهيم وكما الشاهد وكما جمعة وإلى آخره إلى آخره من حبيت تقعد تسمي فيهم بالواحد بالواحد، هذا باش نسميهم؟ استقواب الأجنبي ولا استقواب بشكون استقواب؟ نعم دكتور سماري، اعذرني، مضطرين نخرج، نرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها عودة لنختم لقائنا اليوم.
قبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثناء والثواب. معنا الأستاذ مختار الجمعي، أستاذ رضا العجمي، ودكتور عبد السماري. نمر سريعا إلى خبر وتعليق ثم أعطي لضيوفي كلمة ختامية في ختام حلقة اليوم. إذن الخبر وتعليق السادة الضيوف يتعلق بتصريح عميد المحامين المباشر الأستاذ بودربالة. صرح اليوم بودربالة في متعلق بالاستفتاء الذي يعد له السعيد يعني يوم 25 جويلية. بودربالة يقول فشل الاستفتاء واستقالة الرئيس هي فرضية وهمية. أستاذ مختار، وكلمة حرة لكم بالمناسبة. أولا هذه كلمة لا يقولها متمرس في السياسة، لا يقولها شخص ينطلق منطلقا ديمقراطيا، لأن من المفروض أن الزعماء السياسيين الحق، الزعيم السياسي الحق هو الذي ينسحب حال فشل مشروعه المقدم. العدد الذي سيكون الذي ستصرح به لجنة الانتخابات إذا كان عددا ضعيفا فإنه علامة على رفض الشعب التونسي لهذا المشروع، ومن يرفض مشروعه فليس له من حل إلا الاستقالة. وإن كان القانون الذي وضعه أو مرسوم انتخابات الاستفتاء لا يضع حدا أدنى فيما يتعلق ب يعني قرأ فقط فرضية الفوز وليس الفشل. أستاذ رضا، اسمح لي أستاذ حسين قبل كل شيء بنقول بأنه السيد بودربالة وهو عار على مهنتي وعلى مهنة المحاماة، أنا كمحامي أقول بذلك في مقام فيه، هو لا يمثل إلا نفسه. وأقول لك بأنه قيس سعيد لا يمثل نفسه حقا حقيقة فردا، يعني هو لا شيء، هو فقط يركب على انقلاب ليقول ذلك، ولكن لا وزن سياسي له ولا شرعية ولا مشروعية. وأقول لك بأن السيد قيس سعيد إذا فشل هذا الاستفتاء المزعوم على الدستور الدستوري هذا فسيقال، لن يستقيل، سيقال. ويعني لأنه هو في الحقيقة هو يعني أداة من أدوات عمل النظام، وإذا فشلت أو إذا استنفذت واستهلكت سيقع الرمي بها كأي شيء، يعني وقع استهلاكه تماما، وسيستعاض عنه بأدوات ثانية وبأشخاص آخرين. خليني فقط أختم وأقول لك بأنه حقيقة كل ما يقوم به هذا النظام وكل هذه العمليات التي قام بها عندها أثر عكسي سيء جدا وسلبي على تونس. أقول يعني مثلا عملية الطعن في الرموز، يعني سواء كان الدكتور منصف المرزوقي، استهداف الرموز. نعم نعم، هذه استهداف الرموز. أعطيك مثال، مثلا أنا كمحامي تشرفت بأني رفعت قضية لصالح الدكتور المرزوقي في لمنظمة الانتربول الدولية لرفع اسمه بعد طلب السلطات التونسية وضعه على القائمة الحمراء. فبتجربتي أنا قمت بهذا الإجراء عديد المرات، وعادة ما يأخذ بضعة أشهر لدراسة الملف للرد. في حالة الدكتور المرزوقي وقلت له الدكتور، قلت له الدكتور ربما يعني ربما سيأخذ منا يعني شوية وقت صبر، ففوجئنا بأنه كان الرد في بضعة أيام. يعني المصداقية للنظام التونسي والمصداقية للأمن التونسي أصبحت تساوي صفر ولا أبالغ. فبالتالي هل هذا هو المراد حقيقة؟ يعني لما يعني القضاء التونسي بين قوسين أحد القضاة الحقيقة والأمن التونسي كله يعني يحاول أن يلصق تهمة كيدية بشخصية وطنية دولية مثل المرزوقي أو مثل غنوشي أو غير ذلك، ماذا ينتظر؟ الناس ليسوا أغبياء، النظام يعني الدولي والدول تنظر بعيونها لا تنظر بعين الانقلابي. فبالتالي يعني للأسف الشديد هو يضر نفسه، أو ربما من مراد أنه يقع تشليكه يعني بشكل أو آخر قيس سعيد لغاية كما قلت أنه في وقت مقات سيأخذ استغناء عنه، لأنه كل هذا الفشل المتراكم
كل هذا الأذى الذي وقع على الوطن، كل هذا الكم الرهيب من الأخطاء القانونية والتجاوزات، وهؤلاء يعني التياسة كما نقول نحن، يعني مثل اللي يحاولون أنهم يبيضوا الانقلاب ويعطوه شكل من أشكال القانونية وشكل مثل السيد هذا. ما كان احترام للأشخاص، نعم. يعني بكل 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 احترام أنا أقول يعني هذا هو المحلل، المحلل للحرام هو التياس، يعني هو يعني شيء حرام هو الانقلاب، يعني أنك تخرق القانون وتنتهك الحرمات الدولة وتنتهك حرمات يعني القانون والمؤسسات، يعني وتريد أن تبيع ذلك هذا الوهم للشعب التونسي على أرض التجديد، نعم، وأنه عمل يعني لصالح الوطن. طبعا هذا يعني شيء يعني خيانة خرافية كما قال للوطن. فنحن نقول أنه حقيقة يعني هل هذا هو ما نبحث عنه؟ نعم. دكتور سماري، أنا اللي نحب نقوله أنه الاستفتاء هو أعلى تعبير للديمقراطية الشعبية، لكن إذا كان يرتكز هالاستفتاء هذا على هيئة مراقبة انتخابات معينة وقضاء وظيفي كما هو وصفه، ما هو سلطة قضائية، يعني يولي الأمور ما هيش هيك. لا، إذا كان فما حد أدنى من المصداقية، أنا نطالب أنه يكون فيه ثلاثة أنواع من التصويت. يكون أولاً التصويت إجباري على كل المواطنين التوانسة، ثانياً يكون فيه نعم ولا واحتفاظ، يعني واحد له حاب لا يصوت لا بنعم ولا لا، لأنه الفترة ضيقة جداً، ولأنه الدستور ما وقعش فيه تشارك القوى الحية في البلاد، ووقع نظمه من واحد بركة، ولأنه نجم يؤدي للمجهول في كلتا التصويتين، يا أما بنعم أو بلا. هذا نداء إذا كان هالناس هذو ما يعتبروا رواحهم ديمقراطيين ولا سياسيين ولا أصحاب حق، أنهم يمكنوا الناس باش تصوت بالاحتفاظ، لكن الناس كل إجباري، وقتها تنشوفوا النسبة متاع الناس اللي تساند الرئيس. نعم. دكتور أستاذ مختار جماعي، حتى نختم، كثيرون قارنوا ما يحصل الآن، محاولة إلصاق تهم، بأجواء التسعينات. ماذا تردون؟ تقريبا، وهذا ما صرحت به شخصيا كثيرا، أجد نفسي تقريبا أعيش في نفس أجواء بداية التسعينات وأجواء 87، ولكن هناك فرق مهم. الفرق المهم أنه الآن هناك معركة لاستقلالية القضاء، وهذه الفكرة التي أردت أن أختم بها، أن أحيي رؤساءنا القضاة الذين يخوضون اليوم معركة استقلالية، وصبر أيام لتحقيق استقلالية القضاء خير من أن يعيشوا دهرا تحت سلطة السلطة السياسية الحاكمة قيس سعيد أو مسياليه. الاستقلالية ليست فقط معركة هياكل، وإنما هي معركة أشخاص. أيها القاضي، كن مستقلا في نفسك، وأيها القاضي إن لك من المواضع في هذا المجتمع ما سيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. لذا أنا أحيي رؤساءنا القضاة في معركة الاستقلالية، وأتمنى لهم النصر. وتحية القضاة الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، عندما يضطر القاضي الشريف إلى خوض معركة الأمعاء الخاوية، فنعرف عندها ماذا إلى أي حد وصل الوضع الحقوقي والديمقراطي في أي بلد. نشكر الأستاذ المختار الجماعي، المحامي وناشط الحقوقي، الأستاذ رضا العجمي، محامي سويسري وناشط حقوقي الدولي من جنيف، ودكتور عباس السماري، خبير البنية التحتية وناشط الجمعيات. قبل أن نمضي، يجب أن نذكر أن صحافيا صلعتية سجين الأسبوع الثاني أكثر من أسبوعين على خلفية تصريح إعلامي، زميلنا الصحفي لطفي الحدوري مرة أخرى يعاد بضغط إيداع في حقه. هذا ما قال الصحافة في تونس للأسف الشديد،
ومضى حق وراءه طلب. شكرا على حسن المتابعة، نلتقي غدا إن شاء الله في ملفات جديدة في يوم جديد في أمان الله. السلام عليكم.